لو تحركنا بعد ذلك إلى بقية الحركات الأولية في رسم حرف اللام ألف وأشكاله المختلفة، هنجد أن الحركة رقم 4 ذات الحلية هذه والميزان 4 نقاط، هذه رقم 4 من الحركات الأولية، نجد أنها تدخل في رسم حرف اللام ألف. هذا رسم حرف اللام ألف المفرد، وهذه الحركة رقم 4 انتهت هنا، ولكن بكمل عشان أكمل رسم اللام ألف. يبقى الحركة دي رقم 4. طيب تدخل في رسم حرف اللام ألف أيضا الذي أبدأ به بنفس الحركة الأولية، ثم أحرك بهذه الحركة. يبقى أنا ابتديت بالحركة رقم 4، وبطبيعة الحال لها استخدامها، يعني ممكن أعمل هنا ألف تبقى الأ. أيضا بتدخل في رسم حرف اللام ألف المنتهية، هذه هي الحركة رقم 4، وتدخل في رسم حرف الكاف المبتدئة، هذه الحلية هي وهذه الحركة رقم 4، وبأكملها واو مثلا، وعندي قاعدة هنا إن الواو لا تخرج عن الكاف سواء كانت واو أو راء إلى آخره. ننتقل بعد ذلك إلى الحركة أو طريقة رسم حرف الحاء. هذا الجزء الأول من رسم حرف الحاء موجي، وهذا هو الجزء الثاني جسم. هقول الحركة دي رقم 1 والحركة دي رقم 2، هجمع الحركة 1 مع حركة 2 مع رسم الميزان. هذه الحركة 1 واحنا خدنا ميزانها قبل كده، وهذه هي الحركة رقم 2. لو عملنا خط رأسي هنا كده وخط رأسي كده وخط مائل بالشكل ده، هقول ان دي تقاعد ده يساوي نص نقطة وده نص نقطة، وهنا نقطة صغيرة وهنا نقطة صغيرة، لكن طول الجيم أو الحاء هو طول الألف اللي هو 4 نقاط. لو انتقلنا إلى رسم حرف العين، لابد أنها تبتدي برسم حاجب عين كده بنفس الميل هذا، ثم الجزء الثاني كده، ثم جسم، هجمع 1 زائد 2 1 زائد 2 زائد الجسم أضم فوق، أعمل خط كده كالعادة تخرج نقطة، ونفس الكلام الجزء الأول وعمل خط كده، ده نص نقطة ده نقطتين مكان هذا فراغ نقطة، ونفس التقاعر
الخاص نص نقطة نص نقطة. المسافة دي من هنا أو بنقول عليه الميزان من هنا لهنا هو حرف الألف. ننتقل إلى حرف السين. السنة الأولى واحد تساوي نقطة، والجزء الثاني مرسل على السطر، ثم كاسة النون دي نقطة، نقطة ونص، والميزان ده ثلاث نقاط، ميزان حرف النون. وفي نفس الوقت هذا الجزء الأول يعلو الجزء الثاني بنقطة صغيرة. رسم الصاد واحد ثلاث نقاط، ثم حركة، ثم حركة الثالثة. هنبدأ نجمع أجزاء الصاد واحد اثنين مع كاسة النون، ونضع ميزانها واحد اثنين ثلاثة، وجزء هذا نقطة، وجزء هذا كده نقطة. نزول الصاد وكذلك السين نقطة نقطتان تحت السطر. رسم حرف الطاء واحد اثنين، ولنا هنجيله لكن ننوه إليه.